باقي اثنين اثنين. شوف والله عرف ان احنا من المدينه. عدوا ثلاثه من عندي. ها تفضل. والله ما رضي يا اخويا. خذ 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 حسابك. الله يعطيك. ودعوا للزوجه ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله صور صور معي. ان شاء الله انه ربنا يطعمك عمره قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ها ان شاء الله ربنا يطعمك عمره وتجوا المدينه عندنا. مرحبا بكم ان شاء الله. خلاص انت نعطيك الرقم. نعطيك الرقم. تجي المدينه مرحبا بك ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. يعني نحن نقول دع الرحله وتمتع ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله. وتمتع بالاقامه في المدينه في باذن الله. يلا سجلوا سجلوا الرقم وطلونا باخونا باذن الله. باذن الله. باذن الله. تفضل. يلا سجلوا سجلوا الرقم. تفضل. الله يكرمكم. الشاي والله هذا الله يجزاه خير. عبالنا الاكياس كلها بالمجان. الله يكتب اجرك ان شاء الله. الله يكتب اجرك يا شيخ كمان. يطبقكم الصحه والعافيه. اللهم امين. اللهم امين. وجزاك عننا كل خير. اتمنى ان شاء الله نزوروا بلادكم ان شاء الله. باذن الله. باذن الله ربنا يكتب لك زياره قريب ان شاء الله. باذن الله. وتصلي ان شاء الله في الحرمين وتدعي لنا انت والزوجه ان شاء الله. ان شاء الله. نداء عاجل الى اهل تلمسان اللي يعرف رقم العم كمان الواقع مخبزه خلف المسجد الكبير. اتمنى ان شاء الله نزوروا بلادكم ان شاء الله. باذن الله. باذن الله ربنا يكتب لك زياره قريب ان شاء الله. باذن الله. وتصلي ان شاء الله في الحرمين وتدعي لنا انت والزوجه ان شاء الله. هو للاسف اخذ رقمنا ونحن ما اخذنا رقمه. المجموعه بفضل الله عز وجل تكفلت بعمرته هو وزوجته. قريبا باذن الله اذا وافق نشوفه في الحرمين. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الناس للناس ما زال الوفاء بهم. ودائما نقول الدال على الخير كفاعله. اللي يعرف رقمه يزودنا فيه والله يكتب اجرنا واجركم. كمان جيت يا احمد الله يجزيك. اللهم امين. شوف دحين يبغى يكلمك الشيخ يزيد. ها خذ يا شيخ يزيد. السلام عليكم. وش رك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. وش رك عمي كمال؟ لاباس بخير والله الحمد لله. الله يحفظك. كلاباس العائله لاباس والله الحمد لله. الحمد لله. ربي يحفظك. ربي يحفظك. الجواز بتاعك وانت الزوجه راه موصلوا على كل حال. والحمد لله. والرحله تاعك راح يوم 5 فبراير ان شاء الله باش توجد راحتك ان شاء الله. ان شاء الله مباشره على المدينه ان شاء الله. الزوجه فرحانه كثير. الحمد لله. ربي يوفق وربي يتقبل ان شاء الله صالح الاعمال. وهذا تبشيرنا ما شاء الله عمي كمان برحله العمر ان شاء الله يوم 5 فبراير ان شاء الله راح يكون باذن الله في المدينه ان شاء الله مباشره الى المدينه. الله يجعلها ان شاء الله عمره مقبول. العاصمه ان شاء الله حتكون مع وكاله النجاح للسياحه والاسفار ان شاء الله. بالتوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. واغسل القلب الذي ضج صدقا. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفحة سلل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفحة زلل. لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل. لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل. هدئي رجف الفؤاد بالطوال.
كيف أجواء المدينة؟ خلاص نبغاك تجلس 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 عندنا في المدينة. ونصنع مطلوع والكعك الله يبارك. طبعا نحن موجودين في الطباخة، سوق شعبي جميل يقدم المحصولات الشعبية في المدينة المنورة. خلاص جبت ما شاء الله الكعك من قلبي وجل يبتغي عفو الإله. طبعا هذه يا حجي كمان هذه موية تمام بموية الورد. شوف دوق يلا سمي بالله دوق. جئتك قلبي وجل صح موية الورد عفو الإله. الورد للورد يرتجي صفحة زلل. لكن انت دحين ثلاثة ايام حسيت في المدينة مرت ما شاء الله الشتاء وامسحي ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك. هذا طبعا فضل الله المدينة سبحان الله من أحبه الله قدم إلى المدينة الحمد لله. إن شاء الله بكرة تولوا إن شاء الله على مكة وبإذن الله عمرة مقبولة. ولا تنسونا من صالح الدعاء. نعم الله يجزاهم عننا كل خير. أيوة التلم سالية بإذن الله. اللهم آمين اللهم آمين. شيخ خالد الله يكرمكم إن شاء الله ما قصرتوا وما إن شاء الله تبارك الله معاهم من الخطوة الأولى حتى ما شاء الله يعاودوا إلى دمع المقلب هديه بعد الله عز وجل. نعم. يلا الحجة الله يكرمكم إن شاء الله ولا تنسونا من دعاكم إن شاء الله. الله يعطيكم إن شاء الله. اللهم آمين. نعم أحسنت هو الشكر والله لله عز وجل. نعم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا. نكثر من الصلاة على الحبيب وحبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. ثم شكواك وقل أنت في بيت الكريم.